هذا الاجتماع هو خطوة من خطوات سلسلة خطوات لتعزيز التعاون ما بين المؤسسات والفعاليات المختلفة في المحافظة من شأن الانطلاق بخطة تسويقية يعني تطلع بالمحافظة من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياحية بشكل يعني مخصص أكثر، لأنه إحنا الآن في محافظة الكرم منعاني من ركود اقتصادي، والهدف منه الآن إنه إحنا نشجع السياحة من عرب فلسطين 48 ومن كمان فلسطينية داخل إنه أو أبناء المحافظة إنه نجيبهم عنا و ضمن إجراءات ويعني حركات سياحية أو يعني ضمن أو من كل في ضمن خطة جماعية على أساس إنه يكون الكل متكاتف نحو إنه تكون المحافظة في وضع اقتصادي منافس ومتميز، على أساس إحنا نقدر نجيب الناس الخارجين عن المحافظة هون. إحنا بشكل أساسي راح يكون تنسيقنا مع السياحة والآثار، المحافظة، البلدية، كمان الزراعة والجامعات المحلية، لأنه كل واحد من موقع عمله ممكن يقوم خدمات تساهم في تشجيع السياحة وتشجيع عملية تسارع الاقتصاد، بحيث أنه يكون عندنا يعني جهود مشتركة تعزز التعاون ما بيننا زي المحافظات الثانية، بحيث أنه كمحافظة بشكل عام نقدر ننافس المحافظات الثانية مع احترامنا للمحافظات الأخرى يعني. بس إحنا بدنا نأخذ برضو نتعلم أنه كيف ننهض باقتصادنا ونخليه ينافس على مستوى الاقتصاد بالنسبة للمحافظات الثانية، لأنه أنت إذا بتلاحظ في محافظات أخرى انه في تعاون مشترك اكثر، وفي عندك هناك خطط تنمويه بتتسلسل الى وصول الى هدف ووضع اقتصاد مميز. الان احنا عندنا خطه تنمويه للمحافظه ماشيين فيها بالاشتراك بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الرسميه والشعبيه هون، وان شاء الله راح يعني يكون في سلسله فعاليات تتصاعد شوي شوي، لأنه احنا نبدأ فيها، وراح يكون في عندك كمان إن شاء الله بتتوج في مهرجان تسوق بشهر 7 تقريبا سنة، راح يكون إشي مميز على مستوى الوطن كلياته يعني بإذن الله.